الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايه لكم بوصفه جديده، هي حاجه بسيطه جدا. هنعمل وجبه للفطار. طبعا الواحد بيبقى زهقان، النهارده افطر ايه؟ لا، في ناس بيبقى زهقانه من الجبن، في ناس بيبقى زهقانه عايز حابه تغير. هنعمل النهارده الفول بتاعنا، الفول المصري البيتي، هنعمله بالطماطم. اسمه فول بالقوطه، الناس الصعايده يقولوا ايه ده؟ فول بالقوطه، تمام كده، او فول بالصلصه، او فول الصعيدي، تمام يا بنات. طيب، يا ريت الاول مره يشوف الفيديو يتشرفني اشتراك في القناه وفعل الجرس، شاركوا مني كل جديد. مستنيه تعليقاتكم وكومنتاتكم، وشكرا على الكومنتات الحلوه اللي جات لي، انا بشكركم بشكركم الف شكر. هنبدا الفيديو ونقول بسم الله. طيب انا معايا ايه دلوقتي؟ بص يا بنات، دي كوباية فول. الفول اصلا على فكره ملوش عيار، تمام؟ يعني ده طبق فول حلو كده. ان شاء الله هعمل لكم طريقه الفول البيتي اللي هو تدميس الفول، ان شاء الله هعمله لكم قريب. ده انا شارياه من عند البياع، المفروض احنا اصلا ما نشتريش حاجه من بره، بس هنعمل ايه؟ طيب ان شاء الله هعمله لكم قريب، تمام. طيب دول اربع طماطمات متقطعين، لو انتم حابين تضربوهم في الخلاط، حابين تضربوهم في الكبه، مفيش مشكله، بس انا بحب الطماطم مقطعه في الفول، تمام يا بنات. طيب بصوا معايا معلقه ثوم، ده دوق ثوم مجفف، اي ثوم عندكم بقى، انتوا بقى فصين ثوم كده يعني. دي معلقه ثوم وحبه زيت. انا مش الفول الطماطم ده ما بيتعملش بالسمنه يا بنات، تمام كده. طيب انا هطلع على البوتاجاز واقول لكم يلا بينا على البوتاجاز هنعمل ايه. قبل ما اطلع على البوتاجاز انا هحط قرن فلفل، ده قرن فلفل سبايسي، هو حراق. حابين تستبدلوه برومي ماشي، مش حابين خالص ماشي، انا مش هحطه كله عشان هو طبعا هيبقى حراق جدا، فانا هقطعه رفيع كده معاكم اهو كده يعني، بس هو عشان يديلي ريحه للفول، وهيدي الفول صراحه ريحه تحفه، هو فعلا حراق جدا، فانا مش هحطه كله، بس هو ايه حاجه بسيطه كده. هطلع بقى على البوتاجاز. انا طلعت معاكم على البوتاجاز، ولعت على البوتاجاز اهو، وابتدي احمر الثوم بتاعي. طيب في ناس بتحب تعمل الفول بالطماطم ده بالبصل، تمام كده، برده حلو مش وحش، بس انا بحس ان هو تقيل، فانا بستخف الثوم اكتر، تمام. انتوا براحتكم لو حابين ممكن بصلايه بتقطعوها تحطوا عليها برده فصين كده، تمام. بس انا هحمر الثوم بتاعي اهو. بصراحه هو وجبه حلوه قوي كمان للفطار، يعني اللي هي ايه وجبه كامله متكامله، يعني انتوا عارفين الفول دوت لا يعلى عليه، الحاجه اللي تكون بالمعده يعني. اهو بصوا هحمرها كويس جدا. بصوا يا بنات هي كده يعتبر خلاص اتحمرت، تمام كده اهي. هبتدي انزل بايه دلوقتي، هي عشان الكاميرا بس مفتحاها، لكن هي خلاص ايه كده اتحمرت. هنزل بايه دلوقتي يا بنات؟ هنزل بالطماطم اهي، بسم الله. هنزل بالطماطم، هبتدي الطماطم تغلي شويه وبعدين هرجع اقول لكم هنعمل ايه، تمام. انا كده مش هحط اي اضافات، هسيبها تغلي بس شويه وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا بنات اهو، بصوا اهم حاجه ان انتوا تسبكوها كويس اهي، هي كده اتسبكت الطماطم، بصوا بتبقى صحيحه زي كده، تمام كده. انتوا حابين زي ما تقولوا تضربوها في الخلاط او في الكبه براحتكم، انا بحبها كده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل قبل ما انزل بالفول، بصوا يا بنات، بصوا معلقه ملح، معلقه كمون، زهره من فلفل اسود. الفول بتاع الطماطم ده بيحب الكمون كتير، ايوه صراحه هو اللي بيديله ريحه ونكهه كمان، تمام. هقلبه كويس كده اهو، بعدين هنزل بالفول بتاعي اهو، بسم الله. هبتدي انزل بقى بالايه بالفول بتاعي، وهديله تقليبه كده، وكده الفول بتاعي استوى يا بنات. انا هعمل ايه دلوقتي؟ وده كان معايا النهارده وجبه الافطار اللي هو الفول بالطماطم. انا قطعت معايا يا بنات عفوا قطعت معايا بصلايه حمراء، انتوا عارفين البصل الاحمر ده بيبقى مسكر وكمان بيمنع الامراض زي مضاد حيوي بالظبط، وبعدين بيتاكل طبيعي مع الفول، فا كمان حلو قوي لمرضى السكر يا بنات، حلو قوي 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 قوي، تمام كده. قطعت بصلايه وحط عليها حبه خل، كان عندي جرجير في التلاجة محتفظه بيه، ان شاء الله هعمل لكم فيديو برده عن احتفاظ الجرجير في التلاجة،
لأكتر وقت ممكن. هعمل لكم ان شاء الله فيديو، ده لي عندي دي في التلاجة عندي بتاع 4 5 ايام، تمام كده. هعمل لكم ان شاء الله فيديو عليه برضه. وادي طبق الفول بتاعي المتين، الفول بالطماطم. طبعا هنروح بقى نفطر دلوقتي، دي وجبة الافطار بتاعتنا. يعني لو انتوا حابين يلا قوموا بسرعة بقى واعملوا وجبة فطار زي كده، احلى من الجبن واحلى من الكلام ده كله، والفول المسلح اللي بيقولوا عليه. يا رب يا بنات يكون الفيديو خفيف عليكم، يا رب اكون وصلت لكم معلومة تستفادوا منها. مطبخ ميرفت معاكم، يا ريت الاول مرة اشوف الفيديو شرفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كان معانا النهاردة طبق الفول المتين. السلام عليكم، اشوفكم على خير بفيديو جديد كل جديد.